بغطاء جوي مكثف من قبل طيران الجيش والتحالف الدولي، تمكنت قطاعات الشرطة الاتحادية والرد السريع من التوغل بمركز مدينة الموصل. بعد تحرير حي الدندان والدواسة بمساندة دبابات الفرقة المدرعة التاسعة، وتمكنت من السيطرة على جسر الحرية ومجمع المحاكم ومديرية الشرطة والمتحف الأثري والبنك المركزي، وحققت القوات المشتركة نصراً كبيراً بسيطرتها على المجمع الحكومي ورفع العلم العراقي فوق مبانيه. في الجانب الآخر، تمكنت قطاعات مكافحة الإرهاب من السيطرة على وادي حجر ومعمل الغزل والنسيج وأجزاء من حي المنصور، والقضاء على عناصر داعش في أحياء الصمود والشهداء ومنطقة تل الرمان وتحريرها بالكامل. لتتمكن القطاعات بذلك من استعادة مناطق مهمة ومبان استراتيجية بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتحاصر عناصر التنظيم في عدد من الأحياء القديمة التي يتحصن فيها داعش بالمدنيين العزل.